والآن مع الفزورة الأولى لهذه الليلة، اسم المهنة إيه؟ كل يوم عندك فرصة تكسب معانا 30,000 جنيه، والجايزة الكبرى في آخر رمضان عربية شيفروليه كابتيفا. اتعرف على مهنة أول فزورة مع ميرا اللي بتحب التمثيل. اتفضلي يا ميرا، أسرع شوية. رولينج أكشن. ميرا بتلعب دور مدام لولا أول مرة. أهلا مدام لولا، أنا بفكرك إن أنا الصوت اللي بيحاورك علشان يعرف شخصيتك على الجمهور. جاهزة للحوار؟ يا أنا ما أقدرش أسجل كده أبدا، أنا مضطربة، حد يخلصني من التوتر ده. اهدي بس يا مدام لولا. اهدى إزاي؟ بقولك تعبانة ومسامي مرهقة، أرجوك أقدر شعوري. مقدر يا مدام، اطمئني ده حوار صغير مش هياخد وقت. مش عارفة أقولك إيه، خلاص اوكي، بس وحياتك كل مدياماتك تبقى على البروفيل اليمين عشان انا عم بكتير، وكلوزاتك تبقى على الشفايف، وديها فوكس قد ما تقدر. تحت امرك، شكرا. مكياج، يلا نبتدي. لا استنى، انا مش جاهزة، حد يرشلي باودر عند الرقبة؟ مش انت برضو جايز تلتش معاك الرقبة في الكتر؟ ولا انت وسايع وسايع؟ تحت امرك، ما فيش مشكلة، رقبتك حلوة وزي الفل. يلا نبتدي. 1 2 3 4. وحشتوني كلكم، اتمنى ما كنش ضيفة تقيلة دخلت عليكم البيت فجأة. دايما كده نتقابل سوا بخير وسلام، والوطن العربي في امان وحنان. حوارنا يا مدام لولا هدفه الناس تتعرف على جانب من حياتك لا يعرفه أحد. ما تلاقيش خالص، أنا فضايحي ما بتستناش، بتنزل أول في أول. أعمل إيه؟ حياتي مش ملكي، دي ملك الجمهور. وجمهورك بيحبك يا مدام لولا، وأنا جاية فتح لهم قلبي على الآخر. يا ترى إيه سبب نجوميتك السريعة؟ اختيار أدوارك بتأني ولا معدل ذكائك الفني؟ حلوة ذكاء الفني دي، تستاهل عليها بوسة. السؤال ده هتجاوبك عليه، لولا الإنسان مش لولا الفنان. ولا تحب أعمل لك ميكسر بين الفنانة والإنسانة؟ أنا آسف إذا أنا سميتك لولا. مدام لولا عايزين نعرف كل حاجة عن الفنانة الإنسانة. الفنانة التلقائية اللي زي مش ممكن تقبل غير بالبوسة المدروسة في السياق الدرامي على أساس واقعي سليم. البوسة اللي تولع شبابيك التذاكر. كمل كمل، ما توقفش كمل. ده رأي الفنانة، لكن إيه رأي الإنسانة؟ الإنسانة بتاعتي عايزة الراجل يقدر مواهبها، راجل يمتلك وسامة رشدي أباظة مع سوالف محمود سيد. كمل يا مدام لولا. مع سوالف محمود ياسين، وجدعانة فريد شوقي، وحنية يونس شلبي. والراجل ده لسه مش لاقيه. قطعتي قلبي، يخرب عقلك. الفنانة لولا ايه رأيها في مصطلح السينما النظيفة؟ لا ماليش انا في الصابون والرغوي والحاجات دي. طب يا ترى في عمل جديد هتمتعينا بيه قريب؟ يعني الموضوع كله مليان شخصيات حلوة واحدث، وكفاية كده بس عشان ما احرقش الفيلم. يا نهار ابيض، الشهقة دي هتجنني. في نهاية حوارنا عايزة تقولي ايه لجمهورك العريض من المحيط للخليج؟ اقوله ميرسي كتير يا جمهور يا كبير، انت الاكسجين اللي بتنفسه وتاني اكسيد الكربون اللي بطلعه. اوعدكم بافلام هتكسر الدنيا، بس اوعى تعملوها تاني ومحدش يروح الفيلم لحسن المرات حلتع. اختار اجابة واحدة للفزورة الاولى، اسم المهنة ايه؟ 1. هل هي مونولوجيست؟ 2. هل هي مصورة فوتوغرافيا؟ 3. هل هي ممثلة؟ اختار اجابة واحدة واستنى الفزورة التانية بعد الفاصل، علشان تبعت الثلاث حلول للفوازير في اخر الحلقة على ارقام التالية.
والآن مع الفزورة الثانية لهذه الليلة، الرقصة الشعبية منين؟ كل يوم عندك فرصة تكسب معانا 30,000 جنيه، والجايزة الكبرى في آخر رمضان عربية شيفروليه كابتيفا. حذر فزر، البلد اللي جاية منها الرقصة في تاني فزورة مع ميمي اللي بتحب الاستعراض. رول كاملة، فضل ميمي بتعمل فزورة الاستعراض تاني مرة. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. 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 Boom, boom, boom. Gotta get 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 that. Boom, boom, boom. That. Boom, boom, boom. That. Boom, boom, boom. Yo, I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll. That future flow, that digital spit, next level visual. I got that boom, boom, how to beat back. I like that boom, boom, pow. Them chickens jogging my style. They try to copy my swagger. I'm on that next now. I'm sold 3,008. You sold 2,000 late. I got that boom, boom, boom. That future boom, boom, boom. Let me get it now. Boom, boom, boom. Gotta get that boom, boom, boom. Gotta get that boom, boom. Boom, 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 gotta get that boom, 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 that boom, 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 that boom, boom, boom. I'm on that supersonic boom, y'all hear that spaceship zoom. When I step inside the room, them girls go eight, y'all stuck on super eight, that lo-fi stupid 8-bit. I'm on that HD flat, this beat go boom, boom, bap. I'm a beast when you turn me on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Texting ladies extra longer. Cause we got to beat that bounce. We got to beat that pound. We got to beat that 808. That boom boom in your town. People in the place, if you wanna get down, put your hands. اختار إجابة واحدة للفزورة التانية، الرقصة الشعبية منين؟ 1. هل الرقصة دي R&B من استراليا؟ 2. هل الرقصة دي R&B من كندا؟ 3. هل الرقصة دي R&B من أمريكا؟ اختار إجابة واحدة واستنى الفزورة التالتة بعد الفاصل علشان تبعت الثلاث حلول للفوازير في آخر الحلقة على الأرقام التالية. والآن مع الفزورة الثالثة لهذه الليلة، نوع المنتج إيه؟ كل يوم عندك فرصة تكسب معانا 30,000 جنيه، والجايزة الكبرى في آخر رمضان عربية شيفروليه كابتيفا. اتعرف على نوع المنتج في الإعلان في ثالث فزورة مع ميمة اللي بتحب الإعلانات. رول كاملة، فضل ميمة بتعمل فزورة الإعلانات ثالث مرة. شوية عليا
coconut every year, like smoking a thinnest beer. I open the Lamborghini, hoping them crackers see me. Like, look at that bastard Weezy, he's a beast, he's a dog, he's a mother, mother problem. Okay, you're a goon, but what's a goon to a goblin? اختار إجابة واحدة للفزورة الثالثة. نوع المنتج ايه؟ 1. هل هو إعلان غسالة؟ 2. هل هو إعلان أدوات مطبخ؟ 3. هل هو إعلان منظف؟ اختار إجابة واحدة وابعت إجابة الثلاث فوازير على الأرقام التالية علشان تكسب 30,000 جنيه والجائزة الكبرى في آخر رمضان عربية شيفروليه كابتيفا.